أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. صباح العسل وصباح السكر. النهارده بقى كده قمت بدري، فقلت اعمل لهم حاجه حلوه كده، يعني قراميش تركي كده. انا شفتها عجبتني قوي، قلت هطلع نعملها سوا. بصوا، انا حطيت نص كوبايه ميه، نص كوبايه زيت، نص كوبايه لبن، وهحط عليها مكعب زبده، وعليها كيس خميره. نص كوبايه ميه، نص كوبايه زيت، نص كوبايه لبن، مكعب زبده، كيس خميره. خلاص، هنحط طبعا حبه سكر، وبعدين هنضيف الدقيق عليها ونقلبها لما نعملها عجينه. مفيش اسهل من كده وصفه. نص كوبايه ميه، نص كوبايه سكر، نص كوبايه ميه، نص كوبايه لبن، نص كوبايه زيت، دي السوائل. هنزل عليها بكيس خميره فوريه، وننزل عليها بمعلقتين سكر، وبعدين ننزل عليها بالدقيق لحد ما تتعجن معانا وتبقى عجينه ايه، طريه كده. طبعا واحنا بنضيف الدقيق هنضيف عليها ذره ملح. خلاص عجناها وبقت عجينه طريه كده في ايدك، هنسيبها تستريح مثلا نص ساعه. بعد النص ساعه تعالوا بقى نعملها كده ايه، نقرصها اول، نقسمها كده كور كور، نحاول مثلا نوصل نفسنا تبقى كل كوره قد التانيه. بصوا، الوصفات دي بتبقى حلوه للمدارس، بتبقى حلوه الصبح في الفطار. احنا داخلين وقتي على المدارس، بيبقى عايزين ناخد يعني ندي اولادنا بقى في اللانش بوكس حاجه، اللي رايح كليه، اللي رايح شغله، والشتا جاي والبرد داخل، الحاجات دي كمان بتدي لهم طاقه وباور، فحلوه وحاجات نظيفه في البيت احسن من الحاجات اللي احنا بنشتريها في الفرن مش عارفين نعملها ازاي. المهم، خلاص بعد ما قرصناها كده زي ما انتم شايفين، بنقوم يعني ايه فردينها كده. بصوا زي ما انتم شايفين كده بايدك، هي سهله انها طريه معاكي ومغذيه جدا. بص، عايزه اقول لك على حاجه، عمر ان انت ما تجيبي من المخبز حاجه زي دي هتكون محطوطه فيها لبن زي اللي انت حطاه، ولا زبده زي اللي انت حطاها، ولا بيبقوا مكلفينها التكلفه دي. فاحنا عايزينها تكون مفيده لاولادنا، يعني عايزين ولادنا الصبح يفطروا بحاجات مفيده، لبن بقى وسمنه وحاجات مفيده. فهمت قصدي؟ المهم يعني انا عملتها كده زي ضفاير ضفاير. انا عملت حبه صغيرين، يعني كل حكايه ما كانش كوبايتين دقيق، يعني اقل من كوبايتين دقيق، حوالي كوبايه ونص دقيق. وعملتي حاجه حلوه في الفطار وما اخدتش معاكي وقت. بصي بقى، خلاص احنا عملناهم كلهم ضفاير كده مدوره. اعملي الشكل اللي انت تحبيه، بس هو دي القرمش التركيه، يعني اللي هي ايه، هي دي نفس الشكل بتاعتها. فنعمل ايه بقى دلوقتي؟ بصي بقى، التكه دي ما حطيت، مفيش ربع كوبايه عسل اسود، ربع كوبايه عسل اسود هندوبهم كده بشويه ميه عشان نخفوا شويه، عليه ربع كوبايه ميه، يعني ربع كوبايه عسل اسود هنحط عليها ربع كوبايه ميه، اقل كمان، يعني ايه حبه صغيرين كده. وهنجيب في الطبق التاني حبه سمسم بس، مفيش بصي احلى من كده. ما تستغربيش من الوصفه، هتعجبك قوي، وهيبقى طعمها مش مسكر، هي طعمها مش مسكر، يعني العسل عطى طعم بسيط جدا، بس هي بقت مليانه سمسم. اللي بيحب السمسم وعشاق السمسم بقى دي، بصوا مفيش احلى من كده وصفه. تفطري بها الصبح بقى مع كوبايه شاي ولبن، او تحطها في اللانش بوكس بتاع ولادك او اللي رايح شغله. حلوة قوي يعني، بجد الوصفة دي عجبتني جدا، وطعمها خرافي، وهي عاملة من جوه هشة، هوريها لكم دلوقتي لما تطلع. شفتوا انا بعملها ازاي؟ بنزلها كده في العسل زي ما انتم شايفين، ما تخافيش يعني، عادي تعاملي معاها عادي. وبعدين نحطها في السمسم كده يمين في شمال، ممكن تعمليها على كذا طبق، يعني ممكن بعد ما تحطيها كده ترجعيها تاني العسل، وبعدين برضو تحطيها في السمسم، بس انا استكفيت بطبقة واحدة بس. بصوا، حطيتهم كده في الصينية اللي في الفرن، وهدخلها الفرن كده ونسيبها حوالي نص ساعة. بصوا، ما شاء الله طلعت معانا. بصوا بقى، دي جامدة جامدة جامدة، يعني بجد حلوة قوي قوي قوي. بصوا هشة كمان وحلوة. انا بس كده ايه، برش عليها شوية مية بخاخة بقى بأي حاجة، وغطيها اي مخبوزات تعمليها، رش عليها شوية مية اول ما تطلع وغطيها بس ثواني. بصوا طلعت حلوة، دي الصينية الاولانية، انا عملت صينية تانية وبدخلها دلوقتي في الفرن. بصوا من جوه طريه وهشه وعسل، يعني جربيها وهتدعي لي، فظيعه. قلت كده ما اعمل ليا فطار، عملت كده كوبايه شاي ولبن ليا، انا هاخد نص واحده بس، لا اقل كمان من نص، انا هفطر بدي بس، يعني انا مش هكتر فيها، حته دي صغيره لان فيها زبده ودقيق برده مش عارفه ايه، فاكلت قطعه صغيره ان انا ما حرمتش نفسي، وفي نفس الوقت دقت الحاجه الحلوه وما زودتش يعني قطع زي دي. وعملت بقى كوبايه شاي ولبن، انا حاطه لبن قليل لان ما عنديش لبن خالي الدسم، فعملتها تبقى كده يعني.
فطرنا وانتخنا. فخش بقى ايه، قعدت شويه يعني فين وفين لما يجي ميعاد الغدا، قلت بقى ما اخش ايه نحضر الغدا النهارده، عايزين نعمل غدا سهل كده يعني بسيط. هما كانوا عايزين مكرونه بشاميل، بس علي ما بيحبش المكرونه البشاميل قوي يعني، فقلت بعمل له النهارده بطاطس بالبشاميل، سهله قوي وحلوه جدا يعني، بطاطس بالبشاميل حلوه قوي. المهم انا جبت لتر لبن كده، وده كيس بشاميل جاهز عارفينه، وانا مش من العادي بشتريه، وما بحب يعني انا بحبه شيء معلقه الزبده على حبه دقيق وبعمل احلى بشاميل. بس هو كانت نادين جايبان نفسها ان هي تعمل لي مكرونه بشاميل، فقلت استخدمه. ايه الكلكعه دي اللبن يعني، كان لبن جامد يعني، فحطيت اللبن اللي سايل منه دوبته في بودره البشاميل، وحطيت عليه بقى مكعب اللبن الكبير ده يفك بقى مع نفسه، وولعته عليه هو ايه كده كده هيبقى ايه مع نفسه بقى هيتماسك يعني. المهم قلت كده اقشر البطاطس زي ما انتم شايفين والبشاميل على النار. انا قلت يعني اعمل صينيه مختلفه غير صينيه البشاميل اللي احنا متعودين عليها، المكرونه ومش عارفه ايه، لا قلنا نعمل صينيه بطاطس كده بتبقى طعم قوي 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 يعني، وهتعجبكم جربيها لو مش عارفاها وما عملتهاش قبل كده جربيها. ايوه احنا ساعات نسلق البطاطس ونهرسها ونعملها برده، لكن دي يعني اسهل يعني. بصوا احنا هنقطع كده البطاطس زي ما انتم شايفين، التقطيعه دي بتخلي شكلها حلو. بص عشان احنا نحمرها نص تحميره عشان ايه بقى، عشان تستوى يعني نص تحميره تستوى بسرعه، لان البشاميل معانا يعني جاهز اصلا مستوي، واللحمه هنحطها مستويه، فعايزين بقى البطاطس كمان تاخد نص سوا. اضغطي لايك بقى للفيديو لو انت لسه ما ضغطتيش لايك، اضغطي لايك. تعالوا بقى كده احنا خلاص قطعنا البطاطس كلها، تعالوا بقى نروح عند الطاسه. بس قبل ما احطها في الزيت انا عايزه احط عليها شويه ملح، شويه فلفل اسود، وشويه بابريكا يدولها طعم برضو يعني، يبقى مطعمين حتى البطاطس. وهنحمرها نص تحميره، مش تحميره قوي يعني، مفيش ثواني كده وهنشيلها، تاخد نص سوا بس كده عشان كمان تستوى مع البشاميل. والبشاميل خلاص اهو جهز اهو، ما عدوش الا مفيش حاجه بسيطه وهنقفل عليه. بصوا هنا كده بطلع بقى البطاطس اللي اتحمرت، مش بغيبها، هي تحس ان هي لونها مغمق من البهارات، فاهمين قصدي، من البهارات، لكن هي مش مستويه، هي نص سوا، هي البطاطس دلوقتي نص سوا. بعدين كمان انا مقطعاها رفيعه، فما تخافوش يعني ما تقلقيش منها، مش هت يعني مش هتغيب معاكي، مش هتاخد معاكي وقت يعني. عايزه بقى دلوقتي احط الطاسه دي عشان اعمل التعصيجه بتاعه اللحمه المفرومه. انا بس كده بقلب البشاميل، بصراحه البشاميل الجاهز اللي في اكياس ده انا ما حبيتهوش يعني، انا بحب اللي انا بعمله مكعبين زبده كده او حبه سمنه وعليهم المعلقتين الدقيق وننزل عليهم باللبن، انا بحب ده، الاكياس دي ما حبيتهاش بصراحه. المهم كده بقشر بقى بصلايه محترمه يعني اللحمه المفرومه، انا عندي نص كيلو لحمه مفرومه على الصينيه اللي انا هعملها، هيبقى حلو جدا، حتى كانت كتير سبت حبه كمان حطيتها لهم على مكرونه. المهم يعني هو دي وجبه موفره على فكره يعني، الوجبه اللي احنا هنعملها النهارده دي كلها بنص كيلو لحمه. ضربت كده في البصله في الكبه البصله في ضربت في الكبه البصله ضربت بصلايه كده في الكبه. بصوا كنت انا بتكلم في التليفون يعني، حتى التليفون جاي كده، كانت نادين ماسكهولي، كنت انا بتكلم في التليفون برغي كالعاده يعني، بس فاتحين المايك بقى عشان ايه اعرف ايه اتكلم براحتي. طلعنا كده اخر دور كده من البطاطس اهو، وعايزه بقى اولع على طاسه اعمل فيها اللحمه المفرومه. انا كده ايه ضربت، لا لسه دور كمان بطاطس. انا ضربت كده البصله في الكبه والبشاميل على النار والبطاطس بنحمرها يعني، الوضع مستقر يعني، والمطبخ نظيف الحمد لله، والشقه زي الفل، فما عندناش حاجات كتير يعني. بكره ان شاء الله عايزين نعمل مع بعض روتين السلم، عايزه امسح بكره السلم، بس يعني صراحه مش عارفه انا هقدر امسحه لوحدي ولا هجيب حد يساعدني. فتقريبا انا لسه ان شاء الله ان شاء الله باذن الله من هنا لبكره اكون شفت، لو عرفت اجيب حد يساعدني الكنبه، معرفتش يعني احاول ان انا اعمله. بص انا بعت امير يجيب لي لحمه مفرومه، فجاب لي كده كيس لحمه كده مغلف، بس والله كان حلو. حطيت كده البصله في الطاسه ونزلت عليها كده باللحمه المفرومه تقلبتين، ونحط على اللحمه المفرومه طبعا انتوا عارفين ملح وفلفل وحبه بابريكا، عايزه اضيفي بهارات لحمه جوزه الطيب ومعلقتين صلصه، انا بحب اللحمه بتاعه البشاميل اللي يكون فيها طماطم. بصوا انا ضفت لها كده معلقه صلصه بس كده، وهزود لها كمان. بصوا البشاميل اللي بقى خلاص احطه في جنب، تعالوا بقى البطاطس. بصوا بقت نص سوا زي ما انتم شايفين، هضيف بس على البشاميل قطعه زبده، لان انا يعني مش مقتنعه بالبشاميل ده لوحده، قلت اغنيها كده بقطعه زبده. تعالوا بقى ايه نرص الصينيه مع بعض عادي، زي اكنها تعمليها اكنها مكرونه بشاميل جدا عادي جدا. اول بطاطس اهي خلاص طلعت بقى زي ما انتم شايفين، هنحط اول طبقه
والله تتاكل، يا لهوي اكنك بتاكلي كريمه حقيقي حقيقي. انا عملت البشاميل اللي سايح شويه عشان تبقى كريمي كده، كانت كريمي فعلا، اكنك بتاكلي كريمه، كانت جامده يعني، وصفه حلوه قوي قوي قوي. وبعدين انا اللي ما بيحبوش المكرونه، البطاطس حلوه، وفي صينيه بطاطس مختلفه يعني. انزل بقى كده باللحمه المفرومه، انا سايبه فيه شويه صوص كده في اللحمه عشان ايه يتبقى شويه لحمه اضيفهم على مكرونه. هعمل لاولادي كده طبق مكرونه جنب الصينيه دي عشان حاسه ان هي يعني دي مش هتشبعهم، بس والله فاض منها وشبعهم والحمد لله. ساعات الواحد وهو بيطبخ بيبقى مستصغر الحاجه، يعني حاسه ان الحاجه قليله، لكن بعد الاكل تلاقي الحاجه فاضت منك، قلت يا سبحان الله البني ادم منين عينه فارغه. بص دي بقى انا هحط كده في النص حتتين جبنه، اي نوع جبنه عندك، جبنه موتزاريلا، جبنه شيدر، جبنه كيري، دي فيها بس الجبنه هتخليها كمان طعمها رايح حته تانية خالص. بصوا كده انا ضفت، هو البطاطس انا حسيتها قليله بصراحه، بس هي كانت صينيه حلوه محترمه برضو. خلاص كده اي جبت انا كده ضفت الجبنه، قعدت بحاول ان انا اوزع كده الجبنه، هي كانت عايزه من فوق كده بطاطس زياده شن، بس والله فاضت مننا، فيعني الحمد لله قوي الكميه يعني طلعت زي الفل. هنجيب بقى كده شويه بشاميل من فوق اهو، هنجيب بقى شويه بشاميل، عايزه اسيب شويه بشاميل في الاخر، انا عايزه اضيف عليهم ايه تكايه كده. بص شويه البشاميل اللي في الاخر هكسر فيهم بيضتين، وهقوم حط عليهم نص معلقه صلصه، نص معلقه صلصه هتخلي لون البشاميل من فوق مختلف، يعني جربيها هتعجبك اول حركه دي، نص معلقه صلصه بس، شوفوا حطت اللون ده اهو بس كده على الوش. وهندخلها بقى الفرن، همسح بس كده الصينيه البايركس دي، امسحيها قبل ما تدخليها الفرن عشان ايه البطعه دي بتغلبنا في الغسيل. دخلتها الفرن بقى، عمال ما تخش الفرن انا هولع على شويه ميه، اسلق كيس مكرونه واحط واقوم مقلبه فيه شويه اللحمه اللي متعصجه اللي هي قدامك دي. خلاص المكرونه سرقت، وفي نفس الحله والله نزلت كده على اللحمه المتعصجه، اخد تقليبتين وبصوا بقى المكرونه طلعت باللحمه والصينيه جامده بجد، كانت اكله تحفه 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 كده وجميله. امير ابني حبيبي. بصوا بقى بعد ما اتغدينا وخلصنا غدا، الراجل ده قال لي ايه، قومي انزلي غيري جو يا اسطوره. طبعا اشربنا شويه شاي شويه قهوه، قال لي تعالى نقعد على البحر في الهوا كده نشرب شويه شاي، وانا بصراحه مصدقت اخرج بقى من جو البيت والحاجات دي، فنخرج نقعد في حته كده نشرب كوبايتين شاي على ام كلثوم على البحر في الهدوء، من غير عيال، من غير دوشه، من غير شغل، من غير طبيخ، من غير مطبخ، من غير تعب. والله ما كانت راضيه تنزل، ما كانتش راضيه تنزل، ما فيش، فاهمين انتم؟ هبطانه تعبانه مكسله بتاع، فقلت لها لا يلا والله لا انت نازله وانت حالف عليها. طبعا ما ينفعش تقع يمين بقى، قلنا نخرج نغير جو شويه كده. فايه يعني بس اضغطوا لايك بقى الفيديو لو في حاجه هصورها لكم، ولو مش مشتركه في القناه اشتركي، واعملي كوبايه شاي بالنعناع، وافتحي لك ام كلثوم، وافتحي الباب البلكونه واقعدي على البلكونه في العتمه بص للسماء، لازم نسمع، واللي قاعد في دار ارض يفتح الباب واقعد كده في الهواء، مش لازم تسمعي ام كلثوم يعني تكون عايشه قصه حب، دي بتغني له كان لك معايا اجمل حكايه كانت كان وطفاض، فيعني مش لازم يكون فيها حب، اقعدي كده هتقولي يا نشوة لما تقراي القران. ايوه احنا بنعمل كل حاجه، بس احنا بني ادمين بنسمع ده وبنشغل ده وكده يعني، وربنا يغفر لنا ويرحمنا يا رب. يلا عيشي بقى معايا اليوم واضغطي لايك. سنين ومرت ان 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 حلو ان ان ان. بصوا بقى ايه، جينا هنا نقعد على البحر، يعني قاعده جامده بس مش عايزه اوصل. تعالوا نقعد بقى هنا، كنت جايبه المايه معايا، بصوا ماشيه بالمايه بتاعتي بتاعت نانو، الازازه دي بتاعت نانو، اقعد يعني. بصوا بقى احنا يعني ايه بعد السندوتشات البرجر بتاعت بالليل والبيتزا والتورته والدلع كله، قررنا ناكل حاجات خفيفه. هتقولي يا نشوى ده خفيف؟ اه ما ده فواكه، يعني فواكه حلوه، فواكه البحر. اه انت نفسك انت في طبق فواكه بحر. سلام عليك. بصوا انا طلبت ده ليه عشان يعني يبقى خفيف شويه، ان شاء الله اكل اللي فوق مش بسكر، وعلي يشتغل في اللي تحت بقى. هو انا وعلي هناكل منه بصراحه، وهو طلب لنفسه شاي. بصوا بقى البحر يا جماعه،
انا طالب، هاتي انا يا حاجة، انا طالب لنفسي شاي عشان بحب احرق بدمي، انما يكتب بتحب تاكل. لا ما انا اتعشى انا ليه مثلا اتعشى ثمرة فاكهة، يعني نعم مش خمس ست ثمرات فاكهة. جنين جنين. لا بس مش هناكلها كلها يعني، انا وانت نخمس فيها. هنسيبها للناس اكلها. انا وانت نخمس فيها يعني، انا هاكل تفاحية مثلا، كيوية زي دي مثلا. سلام عليك. تحفة من غير سكر، مع اني مش بحب البتاع ده. انا بحبه. لا بس انا هاكلها دي، بس دي اكيد في شربات صح؟ بلاش دي عشان هتبقى في شربات. اكل تفاح، تفاح حلو. حلو قوي، بس اللي تحت اطعم، في حاجات تحت اطعم. يا لهوي انا بهدلت الدنيا يا علي. يلا 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 علي تعالى اشتغل معايا، تعالى اتفضلوا معانا يا جماعه. جيب لي معلقه. ما هو انت مالكش اصلا المفروض. وانا اكل رز. بقول لك انا جايب لي معلقه ليه وانا اكل رز؟ هو انت مالكش تاكل منه عشان ده طلبي انا. ده على الصحه. لا ده انا طلبت انا وهو، وهو طلب شاي. يلا بصوا البحر وجماله. شوية هوا يرد الروح. والله شوية هوا من زمان ما عدناش هنا. مش عارفة ليه انا حاسة يعني بنسبة برد شوية. علي مش حاسس بيها؟ عشان كنت تعبانة اول مرة تخرج. والله فعلي بيقول عشان تكون تعبانة كده، بس الحمد لله الجو حلو برضو يعني. برد بس مش قوي يعني. عدتوا البرد الحلو؟ الجو الحلو كأنك قاعد في التكييف يعني. ايوه هتعشى انا بقى وارجع لكم. بصوا احنا بنتمشى على البحر، احنا خلاص يعني اكلنا وشربنا وحلينا وكل حاجه، قلنا نتمشى. احنا بنحب الجو البحر ده، بنحبه احنا في الوقت اللي مفيش فيه زحمه يعني، فاهم؟ طبعا اللي بيحبوا اسكندريه مش في الصيف والجو ده، انا احنا نحب راس البر كده مش في الصيف قوي والزحمه يعني. شوفوا الكراسي. وبعدين انا قلت بصراحه اتمشى شويه يعني، قلت امشي نص ساعه يعني على حسب ما اقدر بصراحه، قلت اتمشى شويه كده امشي رجلي ونستمتع بالجو ده. استمتعوا بقى بالبحر والمنظر.